والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال وشروق عماد. شكرا لكما سحر ودينا، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACE، وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة موقف المنظومة وتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التي من شأنها الإسهام في إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية. هذا وشهد الاجتماع استعراض موقف في البضائع المتواجدة على مستوى موانئ الجمهورية خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2023. أصدر المركز الإعلامي والمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، والذي يسلط الضوء على نجاح سياسات الجمهورية الجديدة في التشغيل والتنمية في الهبوط بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها، وذلك على الرغم من توالي الأزمات التي تعصف بفرص العمل في دول العالم. وأبرز التقرير التغير الإيجابي في النظرة الدولية لمعدل البطالة ومستويات التشغيل، حيث توقع البنك الدولي أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7% بحلول عام 2023-2024. من جانبها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن مصر تمكنت من الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية في إطار توليد فوائد كبيرة ومستدامة للمجتمع من خلال انخفاض معدلات البطالة، بعد أن كانت ترى سابقا أن مصر تحتاج للحد من معدل البطالة الذي وصل إلى 12.6% في المئة عام 2016. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورقة سياسات جديدة بعنوان الصناعات الخضراء لاستعراض سياسات الصناعات الخضراء محليا وعالميا. تضمنت الورقة توقعات إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأن مصر ستكون من بين 20 دولة عالميا في إزالة انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. وأشارت الورقة إلى أن النسبة المستهدفة من الاستثمارات العامة الخضراء في موازنة عامي 2022-2023 من جملة الاستثمارات العامة قد بلغت 40%، حيث بلغت تكلفة المشروعات الخضراء المستهدفة 336 مليارا و100 مليون جنيه. أكد وزير البترول طارق الملا أن هناك فرصا كبيرة ومجالات متعددة للتعاون بين مصر وألمانيا في مشروعات مشتركة لاستثمار الإمكانات التي تتمتع بها مصر من الموارد الطبيعية كالغاز الطبيعي والطاقات الخضراء كالهيدروجين. وخلال جلسة مباحثات موسعة مع ستيفن وانزل نائب رئيس أو وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني للشؤون البرلمانية، لفت الملا إلى أن مصر بصدد إعلان استراتيجيات الوطنية لإنتاج الهيدروجين خلال الفترة القريبة المقبلة. من جانبه أكد ستيفن وانزل اهتمام ألمانيا بتفعيل التعاون مع مصر لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي المسال والطاقات المستدامة كالهيدروجين. اتفقت الهند واستراليا على اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة
في أقرب وقت ممكن لتعزيز التجارة الثنائية في السنوات الخمس المقبلة. وذكر بيان مشترك لوزيري التجارة في البلدين أن الاتفاقية المرتقبة ستوفر فرص عمل جديدة، كما ستعمل على رفع مستويات المعيشة وتحسن الرفاهية العامة في كلا البلدين، وذلك بعد أن تجاوزت التجارة الثنائية 31 مليار دولار في العام المالي المنقضي. Indo-Pacific. I welcome increased defence information sharing between Australia and issues pertaining to irregular migration. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج وأغلقت على انخفاض على خلفية هبوط الأسهم العالمية بسبب مخاوف من انتقال العدوى في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي بالولايات المتحدة. وهبط المؤشر في قطر بنسبة 1.6% مع وجود جميع الأسهم تقريبا في المنطقة السلبية. كما تراجع المؤشر السعودي 0.8% رغم الإعلان عن زيادة كبيرة في أرباح عام 2022 لشركة أرامكو النفطية. كذلك تراجع مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 72%، وهبط مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.7%. أعلنت السلطات الفلبينية وصول أفراد من قوات خفر السواحل اليابانية للمساعدة في جهود احتواء بقعة نفط نجمت عن غرق سفينة قبل أسبوعين. كانت سفينة شحن تحمل 800,000 لتر من الوقود الصناعي غرقت في 28 من فبراير الماضي خلال إبحارها في ظروف قاسية قبالة مقاطعة أورينتال موندورو الفلبينية. انتهت نشاطنا الاقتصادية وعودة من جديد إليكما سحر ودينا. شكرا لك شروق عماد.